لك تجربة أيضا مرموقة جدا في المجلس القومي للطفولة والأمومة، لو سألت حضرتك ماذا قدمتي من خلال هذا المجلس للطفولة وللأمومة؟ أنا الطفولة والأمومة لما يعني الوزير عمرو موسى ندهلي وقال لي تروحي، أنا الحقيقة انزعجت جدا، نقلة كبيرة بالنسبة لي كانت. وزي ما يعني أنا ما عنديش خبرة أفيد بيها المجلس، قلقت جدا يعني، أنا هي هتاخدني ليه يعني، إيه اللي أنا هقدمه لها يعني. بمرور الأيام ابتديت أكتشف إنه طبعا أنا عملت مجهود جبار لأني قعدت أقرأ، ما اعتمدتش بقى إن المعاونين بتوعي يكتبوا لي تقارير، قعدت قريت، عمري ما قريت زي ما قريت. طيب هذا المجهود الجبار ماذا أنتج في المجلس القومي؟ أنتج حاجات أنا ما كنتش أتخيل قيمتها إلا لما خرجت واستقلت من العمل الحكومي وقعدت في بيتنا وفوجئت بالاهتمام الدولي بيا. دعوات لي ان انا ادرس في الخارج، ودعوات ان انا القي محاضرات في امريكا على القانون اللي انا قعدت 5 سنين اشتغل عليه. ما كنتش اتخيل كميه الشغل اللي اتعمل الا بعدها. وطبعا الفضل يرجع لايه؟ ان انا دخلت على ناس وانا ما اعرفش حاجه. طبعا انا لا اعلم ان خبرتي في الدبلوماسيه هتفيد هذا المكان، لان انا بقى عندي خبره جنوب افريقيا والتشيك واستراليا وفيينا، فانت خبره عندك دوليه، خبره وشفتي حاجات من غير ما تشعري بتفيد. عملنا حاجات كتيره جدا 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 جدا. يعني هقول لحضرتك، يعني احنا في مصر عندنا مشكله اطفال الشوارع، وكنا بنخجل ان احنا نقول اطفال الشوارع. لما أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون جه يزور مصر لمدة 24 ساعة، قالوا له تحب نعمل لك إيه في البرنامج؟ فقال عايز أزور حاجة في الطفولة والأمومة على أطفال الشوارع. فقالوا لي وقالوا لي أطفال الشوارع، قلت لهم لا، ما أخده وأفوته على الإشارات، أنا هاخده إزاي بنحمي الأطفال إن هم ينزلوا الشارع. وخدناه بقى للمدارس اللي بنبنيها لأفقر الفقيرات في أقاصي الكفور والنجوع، وبتعلم تعليم على أعلى مستوى. والراجل جه مشوار طويل لأن المدارس دي في حتت بعيدة جدا. هذه المدارس ما زالت موجودة؟ ما زالت وبتقدم تعليم جيد النوعية. من ناحية إيه بقى؟ المعايير الدولية لجودة التعليم، يعني مدارس ابتدائية مثلا، إعدادية، بتاخد الأطفال من سن 6 سنين اللي هم ما دخلوش، بناخدهم من 6 ل 13 سنة. وبتقدري في الفصل الواحد بتمرن أكبر بند في الميزانية تدريب المعلمة، بنقول عليها ميسرة. هذه المدارس يعني حاليا تبع مين؟ وزارة التربية والتعليم. واسمها إيه؟ المدارس الصديقة للفتاة. صديقة للفتاة. يعني هي مدارس فقط للفتيات؟ بس لا تستثني الفتيان، بس بنسبة لا تزيد على 25%، لأن أنت عارفة البنات دي بتبقى يعني ما أنتيش عايزة الولاد يعني تو أوفر باور دام، يعني يستقوا عليها. فهي مدارس مختلطة، وقوة المدرسة في البنى هي بسيطة جدا لكنها نورة، فيها تواليت ممتاز، فيها برا. كم مدرسة في مصر؟ احنا بنينا 2700 مدرسة. صغيرين، مدرسة عبارة عن أوضة. وما زال هذا العدد موجود لغاية دلوقتي؟ هي خرجت ناس ودخلوا الجامعة. تجربة يعني تجربة جيدة، بس الحقيقة احنا ما سمعناش عنها كتير. لا، هي كانت مالية الدنيا. كانت مالية الدنيا. وقوة المدارس دي في إنها بتخلي البنت تحس بالثقة في نفسها، بتخلي البنت لا تخجل من الكلام على مشكلتها، إنها هي لو أمها قالت لها لا أنت هتقعدي النهاردة تنظفي البيت ففوتت المدرسة، أو هتروحي الغيط تعملي شغل في الغيط ففوتت الحصة الأولى والتانية، لو راحت المدرسة على الحصة الثالثة المدرسة مش هتزعق لها، هتقول لها تعالي مثلا يا عواطف انت كنت فين، هتقول لها امي قالت لي، قالت لها طب تعالي احنا خدنا الدرس الفلاني انا هعوضك.
مدرسة عارفة ان البنت دي مقدرة ظروف تقدس البنت دي. كويس قوي. فالبنت مش هتتكسف تحكي، مش هتضطر تكذب، ومش هتخسر الحصة بتاعتها. طيب ماذا قدم ايضا المجلس القومي للطفولة والأمومة في امور بقى الفتيات يعني مثلا زواج الصغيرات؟ بصي مثلاً، احنا عملنا حركة مجتمعية انك ترفعي الوعي بان البنت ليها قيمه. كلنا عارفين يقولك جالها البنت ظهرها اتقطم ومش عارفه الولد ظهرها اتعدل، حاجه كده. يعني لو حد يعني انجب بنت معناه انه شيء مش حلو، ولو ولد هتحمل هم البنت طول عمرها. ان احنا علمنا المجتمع في اماكن معينه، طبعا مش مصر كلها، إن البنت ليها قيمة كبيرة وإن تعليم البنت مهم. أنت الأب بقى ليه ما بتوديش بنتك المدرسة؟ ده هي لما هتعرف تقرأ وتكتب تقدر تاخدك توديك للدكتور تقرأ أسامي الشوارع، لما يديك روشتة تقرأ الدواء ما تاخدش الدواء الغلط. فيبتدي يقتنع. شجعت الأهالي على الحق البنات بالمدرسة، فالأهالي وافقوا واحتضنوا المدرسة. ده إنجاز كبير. الإنجاز اللي أهم بقى إن إحنا حطينا إطار تشريعي يواكب أرقى المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إحنا النهاردة مصر لأول مرة بتتكلم على حقوق الإنسان. لأول مرة عندك رئيس جمهورية بيقف ويطلق استراتيجية وطنية مصرية خالصة لحقوق الإنسان. ده يعني حاجة ما كناش نفكر فيها. وقت إحنا ما كنا بنعمل كده لما كنتش تقولي حقوق الإنسان يقولك أجندة غربية. سيبوا البنت تقعد في البيت، ده سلو بلدنا. البنت تجاوز أول ما يجي لها عدلها، ده سلو بلدنا. إحنا بنحمي بناتنا. هل تدخل يعني هذا المكان في تحديد مثلا حد أدنى لسن زواج البنات؟ طبعا. القانون 126 قال يعني الزواج لمن بلغ 18 سنة. لا يجوز زواج من هم دون 18، لأن القانون المصري بينص على تعريف الطفل هو من لم يتجاوز الـ 18. أي واحد ما تمش 18 سنة هو طفل، يستدعي حماية ورعاية زيادة، لأنه بحكم صغر سنه وضعف قدراته غير قادر على أنه يحمي نفسه، غير قادر على أنه ياخد قرارات مصيرية، محتاج دعم، محتاج مساعدة. يعني حضرتك مرة برضو قلتي الحقيقة جملة جيدة، قلتي إنه الزيادة المضطردة في أعداد السكان في مصر هي ضد حقوق الإنسان. طبعا. أنت حضرتك بصي للواقع، الواقع هو اللي بيتكلم. إحنا ممكن في المؤتمرات نقول أحلى كلام، لكن روحي شوفي الواقع. هتشوفي إنه الأسر الأفقر هي الأسر التي تنجب عدد أكبر، وهي الأسر التي لا ترسل أولادها للمدارس. بتبعتهم يشتغلوا فبيجيب دخل. فلما يبقى 1، 2، 3، 5 شوفي بقى هتاخدي إيه. وبعدين اللي بيخلص الجامعة بيقعد يكافح طول عمره وبيقبض كام. فده العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول. أنت لازم تطبقي القانون، قانون 126 اللي بينص على حق الطفل في التعليم، وان ولي الامر اللي ما بيوفيش بمسؤوليته وواجبه انه يلحق طفله بالتعليم بيعرض طفله للخطر وبيساءل. وكان في لجان حمايه ما زالت موجوده تراقب الاسر الهشه، الاسر الضعيفه اللي هي ممكن تستغل اطفالها في سوق العمل. هو ده سبب الزيادة السكانية. لو حضرتك طبقتي القانون ويعني سألتي أولياء الأمور اللي ما بيبعتوش ولادهم المدارس، تأكدي الدنيا هتتغير. أنت النهاردة أنا بخلف 10 أنا حر، خلف 20 أنا حرة، وديتهم المدرسة أنا حرة، ما وديتهمش المدرسة أنا برضو حرة. طيب من واقع خبرة حضرتك في هذا المجال سنين طويلة، هذا الموضوع كيف نواجهه؟ هذا الموضوع أواجهه بالتوعية وبتطبيق القانون. حضرتك بصي في أي حاجة هنتكلم عليها تطبيق القانون. طيب نبدأ بالتوعية. هل شايفة أنه الإعلام
في الدولة المصرية يقوم بدوره في هذا المجال؟ الإعلام حسن النية، عايز يساعد، مش هقولك أبدا أن ده عنده أجندة وده ضد، لا، كله عايز يساعد وكله بيساعد على قد ما بيقدر. أنا لازم وده اللي كان بيحصل زمان، إحنا يعني وسائل الإعلام ساعدتنا جدا لما كنا بنحارب ختان الإناث في 2003 و4 و6 ولحد 2010 ولحد السنة دي، يعني مجلس النواب السنة دي وافق على تغليظ العقوبة. بصي انت النهارده في وضع تاني خالص، انت النهارده يعني لأول مرة بتعملي استراتيجية لحقوق الإنسان، ومين اللي حطها؟ السلطة التنفيذية. فانت النهارده عندك التزام قوي بانك هتنفذي، لانك لا يمكن تحطي استراتيجيه ويعلنها رئيس الجمهوريه وانت ناويه تعملي تمثيليه، مش هينفع. انت ناويه تنفذي، فالاعلام طالع عايز ينفذ، انما هو بقى بينفذ ازاي؟ ايوه حضرتك دارسه وعارفه، تكلمي كلمتين اتنين وبتوصلي الرساله كامله. انا ممكن اقعد اثرثر بقى ساعه واطلع بعكس النتيجه. فأنا مش هطلب من الإعلامي اللي كل يوم بتطل عليه مشكلتين وثلاثة وأربعة إن هو يبقى توب نوتش وهو بيتناول هذه القضية، لا، أنا لازم أوفر له المادة. قول إيه وما تقولش إيه. يعني لما تعمل إعلان على تنظيم الأسرة ما تجيبش كذا نفر على الشاشة، لا، ما ينفعش، ولد وبنت وأم وأب، أو بنتين وأم وأب، خلاص. عايز تجيب الجدة والجد العم والخال، ماشي حلو، إنما أنت عايز تقول للناس طفلين كفاية. يبقى الإعلام يعرف قول إيه وما تقولش. طب إيه.